مساء الخير، مساء الجمال على كل مشاهدي برنامج هاند ميد وبس. وحشتوني جدا جدا، ويا رب تكونوا بخير وبسعاده وبسرور. احب في بدايه الحلقه اتقدم بالعزاء للدكتور عبد الحميد توفيق رئيس القناه في وفاه الاستاذ خالد الناكر المدير المالي لقناه الصحه والجمال، داعين المولى عز وجل ان ربنا يرحمه ويدخله فسيح جنته. ودلوقتي معايا فقره مهمه جدا وجميله جدا، لان انا معايا النهارده فقره خاصه عن فن الديكوباج. في كتير مننا ما يعرفش ايه هو فن الديكوباج. النهارده معايا ضيفتي هتشرح لنا ايه هو فن الديكوباج، وهتورينا كمان كل الشغل الموجود معانا النهارده. مش بس كده، ده هي كمان بيتقال عليها نمبر 1 في مصر في فن الديكوباج. معايا ومعاكم عشيكة الديكوباج الفنانه ناهد عبود. مرحبا بحضرتك. ربنا يخليكي ومسيه على المقدمه الجميله دي. ربنا احنا عارفين مدام ناهد نمبر 1، فعشان كده انا فعلا مبهوره بشغل حضرتك جميل جدا. ربنا يخليك. بس قبل اي حاجه عايزين نعرف ايه هو فن الديكوباج. والله هو فن، بصي، يعني بيتقال عليه الفن السهل الممتنع. دي نقطه. السهل الممتنع. دي نقطه. النقطه الثانيه هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن قص ولزق ورق على اي قطعه خشب او ازاز او حائط او على اي سطح معايا. في خامات معينه مساعده للورق عشان تبرز جمال الورق. انا مش مجرد بقص والزق وخلاص، لا، بعمل حواليها شغل بحيث ان يبرز لي جمال الشغل بشكل عام. بقالك كام سنه مدام ناهد في فن الديكوباج؟ والله انا بقالي كتير، يعني انا بقالي كتير قوي، هو في دماغي لحد ما وصلت ان انا اتعلمه واعلمه. طب ليه اخترتي فن الديكوباج بالتحديد؟ والله مش عارفه، يعني بصي انا جربت دخلت في حاجات كتير جدا جدا، بس هو ده تميزت فيه واتعرفت بيه في المجال. اتعرفت بان انا يعني متخصصه في فن الديكوباج، بالرغم ان انا عملت سيرما وعملت حرقه على الخشب وعملت موزايك، عملت حاجات كتير جدا ودخلت في مجالات كتير جدا، بس هو ده اللي شدني. يمكن عشان الالوان، يمكن علشان مجرد عارفه لما بمسك الورقه وببتدي اقص بتطلع كل الموهبه اللي جواكي. لا انا فعلا هو اكتر فن شدني. طيب بيحتاج فعلا يكون عندك موهبه ولا محتاج دراسه؟ لا بصي، اي فن، اي نوع فن محتاج موهبه الاول. تمام. ده لازم وتكمليه بالدراسه، وبعدين يكمل بالدراسه. وبعدين في حاجات كمان، في اصلا في حد فنان بدون دراسه؟ دي حاجه موهبه من عند ربنا. تمام. لكن كون ان احنا نكمله بالدراسه ده شيء طبعا جميل. طيب ايه الصعوبات اللي قابلتك في فن الديكوباج اول ما بداتي فيها؟ لا صعوبات كتير. زي ايه بصراحه؟ يعني انا اول، هو في دماغي من وانا صغيره، شفت في التلفزيون في برامج المرأة الفن ده فعجبني، فحطيته في دماغي وقلت أنا لازم أتعلمه. خلاص؟ خلاص. مرت السنين ومرت الأيام وابتديت أقعد على النت وأعمل بحث وأدور عليه والكلام ده كله، مش عارفة أوصل. كان في البداية خالص في منتديات، فتلاقي صورة أو كلمتين في كل المنتديات شبه بعض. طب انا اجيب منين الورق؟ اجيب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ بصراحه ما كنتش عارفه، فتعبت في البحث واسال الناس تقول لي هو يعني ايه ديكوباج؟ يعني فعلا في ناس كتير ما تعرفش ايه هو فن الديكوباج. تمام. انا في البدايه، لا دلوقتي الناس كتير فهمته. بصراحه كنت فعلا الحمد لله كنت سبب رئيسي في انتشاره. ليه؟ لاني انا في البدايه تعبت قوي في البحث، وان انا ادور وان انا الاقيه وان انا الاقي حد يعلمني. بصراحه ربنا يبارك لها استاذتي اللي علمتني، بصراحه ما اقدرش انكر فضلها عليا. وفي نفس الوقت عشان انا تعبت في البحث، فحطيته عاتق على نفسي ان انا اعلم اكتر عدد ممكن، وما بخلش بمعلومه على حد يسالني. فابتديت اشتغل، وابتديت مع كل عمل اعمله اطبع او اسجل خطوات العمل بالصور. حلو جدا. وانزله على النت بالشرح. فابتدى الناس تعمل بحث، او اسمي يظهر في مجال البحث بالفن الديكوباج. طيب ايه الخامات اللي بتستخدميها في فن الديكوباج؟ يعني عباره عن ايه؟ ورق ولا بتستخدمي ايه؟ الاساس الاصل ورق. سواء ورق طباعه او ورق مجله او ورق جريده. اي ورق؟ اي نوع ورق. تمام. جريده ممكن،
نقص منها، طباعه ممكن، مجله ممكن، كتب ممكن. طب حلو. والاساس بقى المناديل. المناديل، المناديل الورقيه اللي هي بتاعه الاعياد الميلاد وبتاعه الحفلات اهي الشكل ده. بتتقص يا اما اقص حوالين الرسمه نفسها يا اما الزق المنديل على بعضه. بياخد مني وقت قد ايه مدام؟ بصي، هو مجرد الفكره، ما تيجي وقف على الشغل ما بياخدش وقت. الوقت الوحيد اللي بياخده الفترات بين الطبقات عشان تنشف. ما انا لازم قبل اي طبقه او طبقه اسيبه ينشف خالص عشان الورق ما يتقطعش مني. لاني لو انا ابتديت مثلا الزقه، بلزقه بمثلا غيره مخفف او ورنيش مائي فبيبقى طري، فلو ايدي جت عليه وانا بشتغل حاجه تانية بلون حواليه او كده صباعي هياخد الورقه ويطلع فيتقطع. فهو الوقت ده اللي انا بسيبه انه ينشف بين كل فتره وفتره، يعني قصدي طبقه وطبقه. طب بيجي لك الافكار منين؟ يعني انا شايفه في الشغل جميل جدا ومختلف، بتجي لك الافكار منين؟ سبحان الله، والله من عند ربنا الحمد لله. يعني انا ممكن ابقى ماشيه شفت حاجه تانيه خالص، يعني حاجه مجال تاني، تديني توحيلي بفكره، توحيلي بفكره، ابتدي ادور على الورقه المناسبه ان انا اطبق الفكره دي، او افرش الورق بتاعي وابص عليه والورقه نفسها ممكن توحيلي بفكره. يعني مفيش، مش ماشي على خط، مفيش حاجة منتظمة. لا لا، يعني الأفكار كلها باي لك وليدة لحظة. تمام. لا وبعدين برضو، طب ما أنا ممكن قوي بتفرج على فيديوهات كتير جدا عربي وأجنبي، وبتفرج على صور، وبتفرج على أعمال فنية مخصوصة للديكوباج. كل الحاجات دي بتساعد على إخراج العمل. طب نتكلم بقى عن الشغل. يعني أنا معايا القطعة دي، دي انا لسه مخلصاها او امبارح. حضرتك كلميني عليها. دي اللي هو قطعه الخضار، بس حبيت ان انا اعملها بشكل بسيط. جات لك الفكره برضو؟ والله يعني بصي، الطقم المعالق ده واحده صديقه عزيزه عليا جابته لي. فطيب انا عايزه استفيد بيه واحطه في حاجه. الحاجه اللي ممكن مناسبه لي ايه؟ يا اما علبه معالق يا اما حاجه زي كده. صح. طيب انا عايزه اعرف هي دي خامتها ايه؟ ده بورسلين. بورسلين. اه طيب بتطليب حاجه؟ اه طبعا، دهناه ومورنشاه ومدياله تاتش كده خفيف باللؤلؤي وبالذهبي علشان بس يديله شكل مختلف. تمام. نبدا نتكلم على التابلوهات الجميله دي. احنا عايزين نتكلم، لو الكاميرا تجيب لنا التابلو دوت، ممكن حضرتك تكلمينا عنه؟ ده عبارة عن اللي هي صورة، صورة ولزقتها. فطبعا بيبقى فيه فراغ حوالين المكان. فزي ما بقول، انا مش بمجرد صورة والزقها وخلاص. وانا امسكها احسن عشان نتكلم عنها. يعني انا بقول ان انا مش مجرد صورة وبلزقها ويبقى انا كده ايه عملت ديكوباج. لا، اضفت لها اضافات، عملت الوان. هو ده بيعتبر اسم. طب الالوان دي ايه مدام نيه؟ اسمه ميكس ميديا، اللي هي مجموعه خامات مع الورق. تمام. طيب انا كنت عايزه اسالك عن حاجه، لان انا شفت هنا حاجه وهنا مختلفه. انواع الديكوباج ايه؟ والله بصي، انواع الديكوباج هما نوعين. النوع الاول اللي هو المسطح، اللي هو الحاجات المسطحه الملسيق. كلها اللي قدام النادي. الحاجه الثانيه اللي هو المجسم. المجسم ده نوع الورق مختلف، بيبقى نوع ورق تقيل شويه. بعمل منه ثلاث طبقات غير الطبقه الاصليه اللي انا لازقاها على الخشب. وابتدي اجسم، اقص والزق. وبيبقى فيه فواصل بين الطبقه والطبقه بالسيليكون، فده بيبقى يعني شوفي في ارتفاع. يعني بارز. بارز عن التابلو نفسه. بالظبط. تمام. بالزبط. طيب التابلو المدور ده عباره عن ايه؟ خشب. 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 طب حلو جدا. طب خد منك وقت قد ايه القطعه زي دي؟ يوم ونص كده. ما بياخدش يعني يعتبر بين وقت. بين الطبقات لازم اسيب وقت السيليكون ينشف عشان لما اجي احط الطبقه اللي عليه ما تهبطش. اكيد. وطبعا الون الخشب برضو اسيبه ينشف. هي الوقت النشفان حسب الجو بقى، لو جو حر
او شغلت مروحه بينشف بسرعه. الجو بارد لا بياخد. طيب احنا قلنا اللي دوت اللي هو البارز او المجسم. في كمان الطابلوه الاحمر اللي جنبك ده، ده الورد الاحمر ده بارز برضه. بارز. طيب النوع الثاني اللي هو المسطح ده، اللي هو زي الصور اللي حضرتك، زي ده مثلا اهو، صوره مسطحه على قطعه خشب وصوره مسطحه اهي، مفيش اي بروز، لزقتها وكملت الوان واضفت قطعه القلمه دي تدي شياكه يعني تمشي مع الصوره. مهمه قوي قوي للي بيشتغل ديكوباج ان هو يراعي الصور والخامات اللي هيضيفها معاه، عشان وانا ببص على الحاجه عيني ما توجعنيش. يبقى في تنسيق بالظبط. تمام بالزبط. طيب عايزين نتكلم عن القطعه دي. القطعه عباره عن ايه؟ القطعه الجميله دي والله هي قطعه خشب، المفروض ان هي تبقى تعليقه مفاتيح. شكلها ده شكلها الخشب خام. انا لزقت الصوره، يعني انا تخيلت وانا بعمل الفكره دي ان ده بيت قطه. لا تخيلت بجد ان هو بيت وشباك، فقعدت ادور في الورق اللي عندي لحد ما سبحان الله لقيت الورقه دي مناسبه قوي للفكره اللي انا عايزه انفذها. فلزقت الورقه بحيث ان هو شباك وده البيت بتاعه اللي هو الثمانيه اللي فوق دي، وان القطه قاعده على الشباك بتبص مع التندة دي. طبعا كمان ادتني الايحاء بتاع التندة نفسها كانها تندة الشباك. طب احنا ازاي بنستخدم فن الديكوباج في تجميل الاشياء عامه؟ يعني احنا عندنا مثلا قطع كتيره جدا في الشقه، ممكن ازاي نستخدمها ونزينها بفن الديكوباج؟ ده ابسط البساطه بقى، يعني احنا عندنا بنستسهل اي قطعه ممكن نرميها. لا الستات بتستخدمها ازاي لفن الديكوباج؟ لا الرمي ده كان زمان. لا في ستات لسه حاليا، يعني انا عندي ما اعرفش فعلا استغل حاجه زي مثلا بوكس او اي حاجه ان انا اجمله بالشكل ده. ما هو دلوقتي بقى الفن الديكوباج لما انتشر بالشكل الغير طبيعي، انتشر انتشار ما شاء الله يعني جامد. بقى دلوقتي اي حد عنده حاجه في البيت بيجددها. ما عندكيش ورق، ما عندكيش مناديل، فري كتاب ابنك او بنتك الصغيره في الابتدائي صور لذيذه، قصقصيها ولزقيها ولزقي واعملي الوان حواليها. ما انت مش هقص والزق وخلاص، لا وهعمل شويه الوان، شويه ديكورات، شويه موهبه. لازم لازم الموهبه والاحساس الحلو بيبان في الشغل. انا مجرد انا عايزه اقص والزق وخلاص، لازم يكون في التاتش بتاع الموهبه في تنسيق الالوان واختيار. طب مدام نهد معلش هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل. فاصل سريع. ورجعنا بعد الفاصل ولسه مكملين مع عشيقة الديكوباج نهد عبود. مدام نهد نكمل سؤالنا، ازاي الستات تستخدم القطع اللي عندها في تزيين الشقة بالديكوباج؟ بصي هي مهمة قوي ان هي قبل ما تبتدي تفكر تعمل القطعة عندها تشوف ديكور بيتها بلون ايه، فتعمل تناسق بين الوان البيت والوان القطعة. وبس ده اهم حاجة، وبعدين تبتدي بقى تلزق الورق وتبتدي تعمل الالوان حواليه وتحط وتشوف المكان المناسب ليها وتحطها. طيب مدام نهد بداتي بالفعل تتدربي كتير من الستات على اساس فعلا تستغل حاجه زي كده في تزيين الشقه؟ كتير كتير استفادوا. وبعدين انا اصلا بدي كورسات وبدي دورات تدريبيه كتير. طب حلو جميل. وعندي قناه تعليميه على اليوتيوب بعرض فيها كل الاشغال اللي قدامك دي، كل قطعه انا منفذاها مسجلاها فيديو وعرضاها على اليوتيوب. ناس كتير جدا 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 الحمد لله اتعلمت منه واستفادت بيه، وفي نفس الوقت من مصر ومن خارج مصر. طب احنا ممكن نعلم كمان الاطفال؟ طبعا من سن ممكن 7-8 سنين عشان يقدر يمسك المقص، وطبعا المقص اللي هو ايه مش خطر عليه. تمام. ويقص ويلزق او مامته تساعده في القص. طيب ايه اصعب حاجه قابلتك في تعليم السيدات عامه فن الديكوباج؟ اللي مجرد ان هي جايه تتعلم وبس. دي ما بيبقاش عندها احساس التاتش بتاعها، اللمسه بتاعتها. بحس ان هي بتعمل
وخلاص، لا انا مش عايزه عمايل وخلاص، لان الفن ده اصلا فن رقيق وفن جميل ومبهج، فلازم وانا بشتغله ابقى مبهجه وعارفه ان انا بالبهجه دي هطلع منتج حلو، فلازم ابقى حباه. مهمه قوي تكون يعني حابه، مش مجرد ان انا اجي اتعلم بس، لازم تكون عندك الموهبه وحابه ان انت تتعلمي، حابه الفن اللي عايزه تتعلميه. طب ما دام ناهد عندك صبر للستات مثلا اللي بتيجي وما عندهاش استجابه بسرعه، او مثلا بتلاقي ان هي مجرد جايه تتعلم بس. بصي بامانه كتير كانوا جايين كده وهم معايا يقولوا لي انت قدرتي تحببينا في الفن ده. طب حلو جميل. فالكلمه دي انا سمعتها كتير جدا جدا جدا، فالحمد لله قدرت احببك، معنى ان انا وصلت لك المعلومه صح، فانت عملت انتاج حلو فارتحت فانبسطت. طيب بتتابعي معاهم على اساس ان هم بعد ما بيخلصوا الدوره مثلا الدوره التعليميه بتاعتهم بيقدروا يتابعوا معاكي مثلا وقفت قدامهم قطعه او حاجه؟ انا التواصل بيني وبينهم مفتوح في اي وقت طول اليوم وطول الوقت، حتى لو واحده مثلا عملت شغل وانا شفته او ما شفتوش وما علقتش، تبقى قلقانه تدخلي على الخاص تقولي يا مش ناهد حضرتك ما علقتليش على ده، في غلطه اصلحها. قلت يا حبيبتي انا ما شفتوش، بالعكس هو حلو قوي. عايزه تاخد رايك طبعا. تاخد رايي، بيهتموا قوي ان هم بياخدوا رايي، لان الحمد لله لو حتى لو مش متدربات عندي، مجرد عارفيني من السوشيال ميديا بيدخلوا يسالوني وبجاوبهم، فده كمان بيديهم روح حلوه، يعني بيبقى فيها روح حلوه بيني وبين اي حد بيسالني، انا ما ببخلش بمعلومه لحد، بقول كل حاجه وبعلم بقلب، فبالتالي بيحبوا يسالوني وياخدوا رايي في الحاجه. طب. ولو في حاجه طلعت وحشه بتقولي لهم؟ بقول لهم باسلوب مهذب، ما بخبطش في وشهم عشان ما تزعلش. بالظبط. اوكي بالزبط. طب نكمل بقى باقي الحاجات اللي معانا. ده عباره عن اي بوكس؟ بوكس بوكس على شكل كتاب متقسم من جوه، ينفع للاكسسوار وينفع للباكوات الشاي والقهوه والحاجات دي، يعني متعدد الاستخدامات اكيد. تمام. واللي جنبه الصندوق الازرق برضو بوكس، واللي ورا ده بوكس برضو. شوفي ثلاث بوكسات اهم، كل واحد باشكال مختلفه، كل واحد بفكر وكل واحد بتكنيك وكل واحد بشكل تاني خالص. طيب انا عايزه اسال، ايه الالوان اللي على البوكس دي بتبقى ثابته؟ طبعا طبعا. عباره عن الوان ايه؟ بصي ممكن الوان اكليريك، ممكن الالوان العاديه من عند محلات البويات العاديه خالص الصغيره دي، بلون بيها وبشتغل بيها عادي. بعد ما بخلص بدي طبقات اتنين تلاتة، اللي هو الورش المائي دوت بيثبت الورق وبيثبت الالوان، وبتبقى حمايه لو حتى انا حبيت امسح البفوطه، لو منديه شويه هتلاقي الورق بتاعي ابيض. ابيض ليه؟ طب عشان الورنيش. اقف عند النقطه دي يا مدام ناهد، لان انا عايزاها بالتفصيل. يعني دلوقتي اي ست دلوقتي حابه تنظف مثلا قطعه عندها معموله في فن الديكوباج، تنظفها ازاي؟ ما انا بقول لك كده دلوقتي، ممكن بالريشه. بالريشه عادي. خلاص، لو هي حاسه، اصل في ناس ايه عندها النظافه وسواس فممكن بفوطه من الديه مش مبلوله، من الديه يا دوبك تمسح هيشيل التراب، بعد بس بعد ايه فوطه ناشفه الاول، وبعدين ممكن فوطه منديه شويه. الفوطه المنديه دي لو او نقطه ميه جت على الشغل بتاعي هيعمل بقعه بيضه. البقعه البيضه دي ايه؟ الورنيش رجع لاصله، لان الورنيش اصله ابيض، ولما بيجف بيبقى شفاف، فلما يحصل بقعه بيضه او اتمسح المسحه كلها ابيضت، ما قلقش ما خافش، اسيبه هينشف هيشف تاني، هيرجع للونه تاني. هيرجع للونه تاني. طيب حلو. وعشان جدا. احمي برضو طبقه الورنيش نفسها دي، في سبراي شفاف عند الموان بجيبه، بس برش سبراي شفاف فوق الورنيش المائي. تمام. طب نتكلم على التابلو ده، دي عباره عن صينيه؟ لا، اللي في النص اللي ناحيه الموف صينيه. دي طبعا عليها طبقات ورنيش وطبقه الرش كله عشان حمايه ليها، ودي طبعا مش دايما اتسال ينفع اغسلها؟
هو اصلا الخشب ما ينفعش يتغسل اساسا حتى لو ما عليهوش ديكوباج ما ينفعش يتغسل، هيشرب ميه هيبوظ، فما بالك بقى عليه ورق وطبقات شغل. فلا مسحه خفيفه كده يبقى زي الفل. تمام. والبرواز اللي جنبه؟ البرواز دوت قيمة الاطار، الجزء اللي في النص ده جلد، وانا طبعا عليه بالستانسل. تمام. طيب مدام ناهد، ايه اكتر كلمه تقوليها لاي حد حابب يتعلم فن الديكوباج؟ تقولي لهم ايه؟ اقول لهم اتعلموا صح، اتعلموا صح قوي، واسالوا كتير، واتفرجوا على فيديوهات كتير قوي وصور عشان تخزن في دماغك افكار، وبلاش تقلد، بلاش تحط حاجه قدامك وتنفذها. يعني حتى لو حطيت حاجه قدامك ونفذتها، نفذها مختلفه شويه، خلي بصمتك موجوده. تمام. ونقطه مهمه قوي عايزه اقولها، يحبوا حبوا اللي بتعملوه هيطلع حلو. تمام. وحاجه مهمه قوي، يا ريت اللي ناويه تتعلم فن الديكوباج علشان تاخده سكه للتعليم انها تعلم غيرها، يا ريت قبل ما تعلمي غيرك اتقني الفن. خلي عندك خبره، اعملي شغل كتير، نوعي، عشان لما اجي انا كمبتدئه اخد عندك كورس واسالك سؤال تبقى عندك الاجابه الصح. صح. فبلاش اكون انا عندي في كورس معايا واحده بتاخد كورس والاقيها بتعمل اعلان عن دوره. طب ازاي؟ ازاي انت لسه جايه بتتعلمي يا حلوه؟ اتعلمي واثقلي موهبتك بالشغل الكتير ده، بيديكي خبره، بيديكي مساحه انك تقدري توصلي المعلومه صح، وتوصلي الرساله بتاعتك صح، وفي نفس الوقت اي سؤال ليكي اجابه. بشكرك يا مدام ناهد، وقتنا بصراحه جري مع حضرتك، بس بصراحه انا مش عارفه اشكرك قد ايه على الشغل الجميل دوت والافكار اللي انت قدمتيها لكل السيدات اللي بتشوفنا دلوقتي. حبيبتي انا اشكرك جدا اولا على حسن الاستقبال وعلى كلامك الجميل. ميرسي، ربنا يخليكي. ربنا يخليكي، ميرسي قوي يا شيخ. ميرسي لحضرتك. ودلوقتي تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل باقي حلقتنا. ورجعنا بعد الفاصل ومعايا فقرة جميلة جدا بتهم كل البنات والسيدات، وهي عن الاكسسوارات، ومعايا مصممة الاكسسوارات أمل سعيد. برحب بك يا أمل. أمل، كنت عايزة أعرف في البداية، أنت بدأتي بقالك كام سنة في مجال الاكسسوارات واخترتي ليه الاكسسوارات بالتحديد؟ أولا فرصة سعيدة أن أتعرف بحضرتك. أنا أسعد. ده أنا ليا 5 سنين المجال ده، أنا حبيه أصلا. بس هتقولي لي إزاي حبيتيه؟ إزاي حبيته؟ اللي أنا جبت شوية خرز صغيرين وابتديت بيه حاجه بسيطه، وناس كتيره جدا انت اتعلمتي فين؟ انا ما اتعلمتش في ورشه، انا حابه المجال. يعني بداتي من نفسك ان انت شويه خرز، بداتي تعملي حاجه، بدات تطلع معاكي كويسه. حاجه لنفسي كده شويه شويه، وبعدين انا حابه اصلا فكره الديزاين الهاند ميد كله. تمام. زي ايه بالظبط؟ انا بحب اعمل لبس ليا كمان، يعني ممكن يكون اعمل ان عجبني ديزاين كده، فكره شغل هاند ميد، ديزاين، يعني اعمل ديزاين فكره حلوه قوي واعملها اصممها في الديزاين بتاع لبس. بالنسبه للاكسسوارات احب اعمل كل ديزاين ليه اكسسوري جديد. طب في صعوبات قابلتك اول ما بداتي في مجال الاكسسوارات، ولا كانت الدنيا معاكي بيس؟ هو انا عشان انا حابه المجال مفيش اي صعوبات. مفيش اي صعوبات خالص، انا حابه المجال ده خالص يعني. طب ندخل بقى على شغلك ده، لان انا شغلك جميل جدا فحابه ان احنا نتكلم عنه. تحبي تبداي بالسكارفات؟ بصي، السكارفات دي اول ديزاين سكارفات انا عملته في الشغل هاند ميد. اوكي. ده اول شغل بدايته. وبعدين طبعا اي حد بيبتدي بشغل هاند ميد بيعمل اي حاجه. السكارف، عايزاكي تكلميني عن السكارف، لان فكره السكارف بالنسبه للسيدات في كتير جدا تفهموا اللي هو سكارف الطرحه. فعلا. فعايزاكي تشرحي لي السكارف دوت بتعمليه ازاي وبيتلبس ازاي؟ هو بصي حبيبتي، فكره السكارف دي في كذا كذا ديزاين. لو اخدتي بالك ده سلك نحاس. ده سلك نحاس. ده سلك نحاس، ده في منه ذهبي وفي منه بلاتين. ده احنا بقى انا السلك دي اللفه دي بلفها على عصايه وبعملها نفس فكره الديزاين ده.
وانا بقى الديزاين بحب اصممه. كل سكارف ليه ديزاين معين، لو اخدتي بالك في فواصل وفي سوسته. انا شايفه كمان اللي انت عامله السكارف بكذا لون. اه طبعا، ما هو كذا لون على حسب اللبس بتاعي يعني. طب. انا عندي في حد يقول لي انا عايز الديزاين ده بطرحه مختلفه عن اللي انت منزلين. انا شايفه كمان اللي انت عامله منه التايجر زي اللي انت لابساه. كلمينا عنه. بص، هو فكرة التايجر دي يعني في الشتاء عامة التايجر بيبقى حلو. أنا عاملة منه عسلي وعاملة منه رصاصي. التايجر على رصاصي، أوكي. في ناس بتحب الديزاين ذهبي، شغل ذهبي كله، وفي ناس بتحب الديزاين شغل الفضي. طيب، كنت عايزة أعرف هل ليه طريقة محددة لللبس؟ يعني أنا شايفاك اللي أنت لابساه كده وجايباه لقدام. هو بص، هو ليه كذا طريقة. هو ممكن أوصف لكم بس كده. ماشي، أوكي. بصي، في ناس بتلبسه كده وتسيبه كده لوحده. تمام. في ناس بتلفه وتخليه وتجيبه الناحيتين كده. في ناس بتجيبه يعني بتجيبه على الطرف كده خالص. وتلفه كذا كده تبقى كأنه زي كوفيه، على حسب كل ديزاين، على حسب كل واحد لبسه. تمام. طيب، كنت عايزه نشتغل بقى على الاكسسوارات شويه. كلميني على الطقم الجميل ده. ده بصي، ده في اول واحد ده عقيق. هو الخرز عامة في عقيق، في مرمر، في كريستال، على حسب كل واحد ديزاين بتاعه. في حد يقول انا عاوز عقد ده بس يكون عقيق، وفي كريستال. ده اول واحد ده عقيق. اللي هو ده؟ لا، اللي تحت. اللي تحت ده عقيق. اوكي. واللي فوق ده مرمر. مرمر. اه. طيب، كنت عايزه اسالك، انت بياخد منك وقت قد ايه في تصميم اي قطعه؟ بس انا هقول لك حاجه، هو اللي حابب المجال الاكسسوارات ده طبعا اي ديزاين ما بياخدش وقت، لان انت متعلمه خلاص الشغل بتاعك ما بياخدش 10 دقايق ربع ساعه. طيب، حسب الديزاين اللي انت عاوزاه. امل، حابه تكلميني على الديزاين اللي انا لابساه اللي انت عاملاه لي مخصوص ده؟ ميرسي جدا، ربنا يخليكي. يعني امل النهارده عامله لي كمان الحلق زي ما انتم شايفينه بالعقد بتاعه، وعامله لي كمان الخاتم، فكلميني عن قطعه قطعه. بصي حبيبتي، هو القطعه دي حد كلمني على الخاص وقال لي انا عاوز عقد بالصوره بتاعتي. تمام. طب انا اجيب لها صوره ازاي؟ فكرت ان انا اروح ورشه خشب واعمل الديزاين ده زي شكل خشب. دي خشب يعني، مش دي خشب. ده خشب. هو صوره لي، وانا بقى فكرت بقى الفكره انا اعمله، ممكن اعمله سكارف، ممكن اعمله عقد. والفكره برضو الحلق ده برضو دي من فكرتي انا. قلت بقى هي يبقى الاثنين مع بعض، يوم الحلق بالعقد. جميل. انت شايفه حضرتك كده جميله فيه. عامله لي الحلق بالعقد بصراحه بصورتي، يعني زي ما انتم شايفين كده جميل جدا. تسلمي يا قلبي، بهرتيني بصراحه بيه. طيب، كلمينا على العقد اللي جنبه. هو العقد ده جديد قوي. ده العقد ده داخل سلاسل ذهب صيني على مرمر على ده جامايكا. ده خرز جديد اسمه جامايكا، لسه نازل جديد. ده ما انت شايفه ده نازل جميع الالوان كلها. إيه، على حسب الديزاين اللي انت عاوزاه. في ناس يقول لي انا عايزه عندي فستان وعاوزه اعمل الديزاين بتاعه لونه فوشيا. طبعا بتقول لي على الديزاين وانا بغير لون خرز. وزي ما انت شايفه كده. طيب، انت بتجيبي افكارك منين؟ يعني ازاي بتعملي كل الديزاين، كل عقد مثلا او كل خاتم، بتجيبي افكارك منين؟ بصي يا حبيبتي، هو انا ايه، انا بحب الديزاين، بحب الشغل الهاند ميد. بقعد كده وممكن انا وقاعده، يعني انا الصبح النهارده او مسحيت عملت العقد لشغل النحاس تاني واحد ده. اه، يعني ده انت لسه عاملاه النهارده؟ ده عاملاه النهارده. اوكي. عملته النهارده كده، قلت حاجه جديده، الوان كده وحاجه جديده، وده شغل نحاس. القطعه دي شغل نحاس اللي هي الدلالي. دي دلالي شغل نحاس. والعقد ده برضو شغل هاند ميد. داخل لا، اللي في النص. اللي في النص. ده داخل ذهب صيني على شغل نحاس. طيب، ازاي اي بنوته او اي سيده تحافظ على القطعه ديت؟ يعني في كتير يقول لك مثلا ده ممكن ياكسد مني النحاس، ده ممكن يصدي، احافظ عليه ازاي؟ بس حبيبتي، هو بالنسبه للاكسسوارات هاند ميد عامه، فضه او ذهب او نحاس، اهم حاجه نبعد عنها الكحول او البرفين او الكريم. هما الثلاثه دول بيأكسدوا اي برف، اي اكسسوارات. تمام. طيب، انا شايفه انت عامله حاجه كمان مختلفه يا امل، يعني ده انسيال. كلمينا عنه. بصي حبيبتي، دي انسيال خرز عقيق. تمام. هو فكره كان طبعا الاكسسوارات اشكال كتيره جدا. انت بقى فكرتك انت بالفن بتاعك بتعملي ده، ممكن يتعمل عقد. انا عامله منه عقد بس للاسف، يعني ممكن تعملي منه عقد، ممكن تعملي منه انسيال. انا عامله منه عقد بس للاسف ما طلعناهوش. عامله عقد وعامله اسوره منه. طيب، خد منك وقت قد ايه؟
ما يكملش 5 دقايق كده، 10 دقايق. 10 دقايق ما بيكملش منك حاجة. ما انت طيب بقى بصي، فكرة الهاند ميد انت خلاص متواصل، انت بتعملي شغل كتير، مش هيبقى الموضوع صعب بالنسبة لك. طيب انا شايفة كمان انت عاملة تشكيلة خواتم حلوة جدا، يعني منهم الخاتم اللي انا لابساه، ونعرض الباقي. كلمينا على الخاتم ده. بصي ده شغل هاند ميد. فكره الخاتم انت بقى بتعملي على حسب مقاسات الصباع، يعني انا بعمل ديزاين ده خرز. بصي في كذا ديزاين. يعني انا شايفه في ديزاين اهو، ده خاتم شاسيه، وانا بدخله خرز كريستال او المرمر يعني او كده. ده برضو نفس الفكره اللي انت لابساها، الخرز، وبدل الخرز سيلفر عملتها تركواز. بس جات لك افكاره منين يا امل؟ يعني انا حاسه ان انت كل خاتم ليه ديزاين مختلف عن التاني. هو بقى يعني باي لك كده. طيب انا شايفه ان انت كمان بتعملي حاجات، يعني ايه الحاجات اللي انت عاملاها ديت؟ انسيالات، دي اساور، اساور بلاتيني. على حسب بقى، في منه فضي، في منه ذهبي، على حسب الديزاين اللي حبيته. طب انت بتعملي للبنات الصغيره ولا كل تصميماتك للسيدات او البنات الكبار؟ لا طبعا، ما هو ده كله الديزاين ده كله اطفال بنات. الشكل ده، الشكل ده، كله. اللي هي الورده الزغنونه دي ممكن كمان تعملي للبنات. طب ما تكلمينا على عقد الاورنج ده. ده زي ما انا قلت لك، ده العقد ده خرز اسمه جامايكا، وداخل فيه ذهب صيني. العقد ده انا مره واحده كده قعدت فكرت الالوان جميله جدا، عملت العقد ده ونزلته، ناس كتيره طلبته، عجبهم قوي. بس طبعا الالوان دي الجمايكا ده بينزل منه الوان كتيره جدا، على حسب كل واحد عاوز الديزاين بنفس الشكل، بس الديزاين الخرز مختلف. طب امل، ما جاتيش في مره وانت بتصممي اي عقد مثلا عملتيه وبعد ما عملتيه حسيتي ان هو مش كويس او مش حلو، ممكن تجيبي احسن وتفكيه تاني؟ هو بس بالنسبه للشغل بتاعي ساعات كتير جدا اكون بعمل عقد ويتفك مره ويتعدل المره، يعني ده عادي، ده عادي. غير كده انا بحب اعلم الاكسسوارات. انا ليا 5 سنين في المجال ده، اخدت فتره اعلم البنات اللي لسه بادئين، يخلصوا المدارس بتاعتهم ويقولوا لي مدام امل احنا عاوزين تعلمي البنات. وبداتي بالفعل تعليم؟ فعلا فعلا. يعني انا في المقطم عملت كذا كورسات لبنات خلصوا مدارسهم وبياخدوا كورسات تدريب شغل هاند ميد. وانا اصلا لسه ليا 2 سنين دخلت في مجال تنظيم المعارض. تنظيم المعارض، طب حلو جدا. كنت بعلمهم وبنزلهم معايا في المعرض. ليه؟ الفكره هم حابين الشغل، بدل ما هم حابين الشغل هيعملوا دعايه، هيعملوا انتاج حلو جدا. ما لقيتيش صعوبه وانت بتدربيهم؟ لا لا، ليه؟ على اساس انا حابه، انا هم لا انا حابه، هم حابين، كانوا هم متقبلين، متقبلين الشغل ده يعملوه. طب ما جوش في مره مثلا يقولوا لك في مشكله وقفت قصادنا واحنا بنعمل اي عقد وانت بتقولي لهم تعملوا ايه؟ لا، ما بصي، هو لازم الشغل هاند ميد ده لازم يكون عندك صبر. اول حاجه بنعوده مع الصبر، ازاي يعملوا قطعه ويصبروا عليها. انت هتعملي قطعه وفي الاخر هتفرحي بالقطعه اللي انت هتعمليها. طب اكتر حاجه بتعانوا منها او يعني في مجال الهاند ميد عامه ومجال الاكسسوارات ايه؟ ايه المشكله العقبه اللي قصادكم؟ بص، هو مجال الاكسسوارات والهاند ميد في ناس كتيره جدا، ان انا بعمل ديزاين وببيعه يعني زي السكارف ده. واحده اخدته حلو جدا ولبسته وحطت برفين، للاسف اللي مش عارفه التعليمات بتاع البرفين، يعني ممنوع البرفين او الكريم او الماده الكحول، الحاجه دي تتاكد على طول. هي دي المشكله، في ناس كتيره جدا يعني ممكن الموضوع ده ياثر في شغلنا. لا، ده الديزاين ده هي الماتيريال بتاعها مش نظيف خالص. هو ده اللي اثر معانا كل الهاند ميد عامه. طيب بالنسبه للخامات، هل بتلاقيها بسهوله ولا في مشكله فيها؟ والله هو على حسب، يعني ساعات بنلاقيها وساعات لا. طب ايه تاني مشكله بتعانوا منها؟ التسويق. هو التسويق اخباره ايه معاكم؟ هو بص، هو اللي لسه بادئ ده بيبقى التسويق صعب شويه. بس احنا، انا نفسي اي حد في مجال الهاند ميد نعمل نقابه الهاند ميد. نقابه، نقابه هاند ميد. نقابه الهاند ميد دي تلم كل بتوعات مصر كلهم في الهاند ميد. ما احنا عندنا فن جميل جدا، ناس كتيره جدا، فن الهاند ميد حلو قوي. نفسنا بقى نطلع بره الصين، زي ما هي الصين بتجيب لنا شغل، احنا نفسنا نطلع برضو كده. نفسنا نطلع المواد بتاعت الهاند ميد كلها المصريه نطلعها بره مصر. طيب امل، انا شايفه حاجه كمان يعني جديده انت عاملاها، حاجه على التربون. هو بصي، فكره التربون في ناس كتيره بتلبس الاسكارف نفس اللي انا الديزاين اللي انا لابساه،
وفي ناس بتحب التربونات. هو التربون بيبقى حلو جدا مع السكارف حاجه جميله. يعني انت عامله قطعه تحطيها فوق التربون على اساس ان تدي شكل جديد؟ هو دي تربون قطعتين وفي تربون عادي. الناس الديزاين اصلا المفروض السكارف ده مع التربون مش مع الطرح. مع التربون بس في ناس يقول لك طب ده مش هيبقى باين. لا طب ما هي لابسه طرح اهو والسكارف باين عادي جدا يعني. طب ازاي اي بنوته تلبس السكارف؟ يعني هل تلبسه على حاجه ساده، بتلبسه على حاجه مشجر، تلبسه ازاي؟ هو عامه يعني دلوقتي انا لابسه مشجر هلبس سادة. ما ينفعش البس مشجر على مشجر. تمام. هو فكره الديزاين السكارف لازم يكون ساده عشان يتلبس على اي حاجه، ساده مشجر واحد. تمام. طيب ما الاساور كنت عايزه برضو اسالك عنها، انت ازاي تقدري تعملي اي نوع اسوره باشكال مختلفه؟ يعني بتعملي الاسوره ازاي؟ بيجيلك افكارها برضو ازاي؟ برضو باي لك؟ دي فن كده بقى. كنت عايزه اغش منك شويه افكار. لا بعدين بعد الحلقه اقول لك على كذا حاجه. طيب كنت عايزه اسالك تاني، ايه اكتر حاجه قابلتك في الاكسسوارات في مجال التعليم ولقيتيه مشكله ليكي؟ برضو قلت لك اللي بيحب فن الهاند ميد مفيش اي صعوبه. طيب نبدا نتكلم عن الحاجات دي. يعني انا شايفه دي سلاسل نظاره. سلاسل نظاره، دي سلاسل نظاره باشكال، في منها ذهبي وفي منها فضي. طيب ايه تاني بتعمليه؟ انا عرفت ان انت كمان بتعملي بجانب اللي انت بتصممي اللبس اللي انت بتلبسيه بتعملي حاجات تانية. ايه اللي انت بتعمليه؟ هو بصي انا بعمل اسامي نحاس. اسامي نحاس، اسامي نحاس معايا ورشه في المعز، بتواصل معاها كون عاوزه اي حد عاوز اوردر اسامي نحاس بعمل له خاتم سلسله على حسب هو اي ديزاين هو عاوز. طيب امل نصيحه كده تقوليها لكل بنوته حابه تخش في مجال الاكسسوارات، تقولي لها تكون عندك ايه على اساس ان هي تنجح في المجال ده؟ هو بصي مجال الاكسسوارات اللي اي حد عايز يبتدي مش مبلغ ولا حاجه، يعني حاجه بسيطه جدا. هتبتدي بشويه خرز وهتعملي ديزاين عقد بيجيب عقدين كده، يعني حاجه يعني الموضوع مش صعب جدا. شغل طيب هندمي. نصيحه بقى للبنات والسيدات اللي بتشتري الاكسسوري وما تقدرش تحافظ عليه، تقولي لهم ايه؟ يعني يحافظوا عليه ازاي؟ ما انا زي ما قلت لحضرتك يا شيري، المفروض لما يكون حد يشتري اكسسوري لازم يحافظ على القطعه. زي ايه؟ حط برفان، حط كريم وبعدين البسي الاكسسوري. مش شرط تكوني انت لابسه الاكسسوري وتحطي عليه ماده كحوليه. طب هل ينفع هو بعد ما يأكسد منها ممكن ان انت ممكن تعيدي تلميعه تاني؟ بصي هو الاكسسوارات عامه بدل ما تأكسد لازم يطلي. يطلي تاني؟ اما النحاس ده اللي انا لابساه دي، قطعه النحاس دي ممكن بليمونه ترجع تاني عشان دي شغل نحاس. اما الاكسسوارات بدل ما تغير لونه عمره ما هيرجع تاني. بشكرك يا امل لوقتنا بصراحه، انت شغلك تحفه 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 بصراحه. ميرسي. اتمنى لك مزيد من النجاح وان شاء الله تكوني معايا في حلقات تانية. بشكرك يا امل. شكرا. وبكده خلصت حلقتنا النهارده من برنامج هاند ميد وبس. استنوني الاسبوع القادم ان شاء الله. باي باي.